حضراتكم زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هي موجوده دلوقتي عشان تطلعنا على كل الاخبار. هنا انا وكريم بنصبح عليكي وطلعينا ما لديكي، اتفضلي. يا صباح الفخر والامل من داخل اعظم نادي في الكون النادي الاهلي، ويوم للتاريخ. يعني النادي الاهلي النهارده بيواجه بطل قاره اوروبا وكمان اقوى فريق في العالم حاليا بايرن ميونخ في اول مباراه بشكل رسمي. الحقيقه ان الاجواء هنا في النادي مليانه بالحماس والامل. يعني كنت بكلم مع بعض الاعضاء قبل اللايف، والحقيقه ان هم مش بس بيطمحوا في ان فريقنا يعمل مباراه قويه واداء قوي، لا هم كمان بيطمحوا في ان احنا نفوز ونتاهل لنهائي الحقيقة للأندية. الحقيقة أن الاستعدادات بدأت بالفعل في النادي. يعني هيتم الحقيقة عرض المباراة في ثلاث فروع النادي في الشاشة الكبيرة. يمكن الأعضاء لم تتواجد بعد، لكن على مدار اليوم الحقيقة العدد بيكون مكتمل، لأن طبعا أعضاء النادي الأهلي متعودين يجوا يشاهدوا جميع المباريات داخل النادي. بيكون في أجواء طبعا مليانة بالحماس وبروح النادي الأهلي. بتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا النهاردة. ده على صعيد الاستعدادات لمباراة اليوم. خلونا بقى ننتقل دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية، ونبدأ الحقيقة بلعبة كرة الماء. إنجاز جديد بيعمله فريق كرة الماء مواليد 2001 بعد حصوله على بطولة الجمهورية. طبعا جاء ذلك بعد الفوز على فريق هليوبلس بنتيجة 10-9. الحقيقة أن كان جميع اللاعبين متألقين في المباراة، قدروا يعملوا أداء قوي وفي الآخر قدروا يفوزوا بالبطولة. حب أبارك للجهاز الفني والجميع اللاعبين. الحقيقة كان أداء مشرف طوال البطولة مش بس المباراة. بتمنى لهم كل التوفيق ومزيد من التألق والإنجازات. خلونا بقى نروح دلوقتي للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة النهاردة عندهم مباراة الساعة 6 أمام فريق هليوبلس. المباراة هتكون هنا بصالة الشهداء داخل النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري. بتمنى لهم طبعا كل التوفيق، وإن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباراة ويحصلوا على 3 نقاط جداد. كمان شباب الأهلي 14 سنة قدر يحقق فوز على بلدية المحلة بنتيجة 53-15 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة شباب السلة كانوا عاملين مباراة قوية جدا، يعني كانوا مسيطرين طوال المباراة، عاملين أداء قوي، قدروا يفوزوا بكل أريحية وكمان بفرق سكور. بتمنى لهم مزيد من التألق. خلونا نروح دلوقتي للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد مركزين جدا الفترة دي، بيستعدوا جيدا، هيواصلوا تدريباتهم النهاردة استعدادا للمباراة القادمة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق هوليليدو ضمن منافسات بطولة الدوري. طبعا رجعوا بقى مركزين كويس جدا للفترة القادمة. تم استئناف بطولة الدوري بعد التوقف بسبب مسابقة كاس العالم. يعني بتمنى لهم كل التوفيق. حابة أقول إن الحقيقة سيدات كرة اليد عاملين موسم قوي جدا، يمكن ما خسروش ولا مباراة ولا حتى تعادلوا في ولا مباراة. يعني عاملين سلسلة من الانتصارات. بتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يستمروا في هذا التألق والنجاح. خلونا كمان نقول إن بنات يد 2002 قدروا يفوزوا على فريق الشمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة أن المباراة كانت قوية جدا من قبل الفريقين. الحقيقة يعني الشمس طبعا يعتبر فريق وخصم قوي جدا، لكن بنات الأهلي قدروا يحققوا الفوز بنتيجة 26-22 ويحسموا المباراة لصالحهم. بتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم، وإن شاء الله بطولة الجمهورية تكون من نصيبهم. دي كانت أخبار النادي الأهلي وكمان الأجواء طبعا بتاعة مباراة اليوم. بتمنى لفريقنا تاني كل التوفيق. أنا هكون معاكم داخل المقر بالجزيرة لو عندكم أي استفسارات. العودة ليكم مرة أخرى يا نهواندو يا كريم. مشكورة جدا يا هنا، وأكيد احنا تغطيتنا مستمرة في قناة الأهلي على مدار اليوم.